ربي يسوع، لقد قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب، همومي كثرت وأحمالي أتعبتني، وليست لي القدرة على المقاومة أكثر. يا يسوع، أنا ابنتك الخاطئة، تحنن علي يا رب ومد يدك لي. ها أنا أضع همومي وأحمالي بين ذراعيك. ساعدني يا ربي لكي أستطيع أن أقاوم محاربات إبليس وشهوات العالم. ساعدني وقويني وجدد ذهني واملأني من روحك القدوس حتى أستطيع أن أكون أرضا مثمرة لخدمتك ولتمجيد اسمك. يسوع الحبيب، مبارك اسمك القدوس، لك كل الشكر والتسبيح. آمين.